سيدي خليفة كانت قديما مدينة كبيرة تمتد على مساحة تقارب على 5 هكتارات في مكان يطلق عليه القرويين بفراديس معنى الجنة. هذا الموقع الذي نشاهده الآن هو متواجد حسب التقريب على بعد 300 متر جنوب القرية سيدي خليفة، وإذا ولجت إلى الداخل للزيارة فإن الطريق مبين ببلاط من الحجر المكسر أي ما نسميه الفسيفساء، أما الممر فهو محاط بكثير من الآثار التي لم يكشف عنها بعد. سيدي خليفة هي موجودة في معتمد بوفيشة، مساحة متاح 45 هكتار، تتكون من الحي الإداري، من القوس التذكاري، من حماة الرومانية، من الباس بوبليك، من الفوروم والكابيتول ومن المعبد. الآثار العتيقة لا زالت ظاهرة للعيان على مدى بضع مئات الأمتار جنوب القرية العصرية، والتي تنتصب على ربوتين يشهقهم مجرى ماء تكون منذ أن تم تحويل المجرى الأصلي جراء أشغال حصر المياه. ومن بينها تظهر جليا بناءة ضخمة لها شكل مستطيل، القرويين يسمونها البلاط. الباب الأثري الكبير الذي سمي عليه المكان. بالنسبة الأقواس الرومانية، هذه من أهم معالم العمارة الرومانية. القوس هذا في العادة يهدى إلى الإمبراطور الروماني باسم أحد أعيان المدينة، أي مدينة في الأصل الرومانية نجد الأقواس هذه مهدات من أعيان المدينة أو من واحد من أعيان المدينة إلى الإمبراطور الروماني. والغاية من ذلك هو أنه هذا الشخص الذي أو السيد هذا سيترشح للانتخابات البلدية في المدينة، مدينة فيرادي مايوس، ثم بإمكانه أن يترشح فيما بعد حتى إلى تدريجيا إلى مجلس الشيوخ الروماني. لاحظوا أن القوس هذا يعني يتكون من أحجار سميكة لها أشكال هندسية، يعني الأشكال الهندسية هذه هي التي ساهمت في بقاء هذه المباني إلى حد اليوم، يعني في شكلها الحالي وفي هيئتها الحالية لم يطرأ عليها أي طارئ، رغم طول المدة، وهو يعني تفوت المدة توا أكثر من 1800 سنة بالنسبة لفيرادي مايوس. بالمعنى الأصح باب لعامة الناس يجتمعون فيه، وهو في قلب المدينة. التصقت بالباب بقايا معالم أثرية لم تتبلور بعد معالمها.
زيارتنا تؤدي بعد ذلك إلى المعلم والتمثال في شكل الدودة الذي يسبقه من الشمال. هذا التمثال وقع إبرازه بأقواس جميلة مبينة بحجارة كبيرة الحجم وعددهم 5 أقواس، والأجزاء العليا منها تم إعادة ترميمها وتحتوي على 5 أحواض الآن مغطاة بالأتربة، وذلك للمحافظة عليها. يسمى بالفوروم. الفوروم هو يعني هي ساحة تكون في العهد الروماني على نمطين، يا إما مبلطة مثل ما لدينا هنا في سيدي خليفة، أو في غير مبلطة في عدة مدن رومانية أخرى حسب الموقع، يعني إذا كانت قريبة من الجبال وتواجد بطبيعة الحال الحجارة المستعملة في عملية التبليط. الفوروم هو ساحة عمومية تقع فيها الانتخابات البلدية، ويترشح فيها يترشح لأعيان المدينة للانتخابات، ويأتون هنا إلى ساحة الفوروم ويقومون ب يعني بتقديم وعودهم للمواطنين. وفي الأصل هناك شخص تابع البلدية يقوم بتسجيل كل ما يعد به ذلك الشخص، ثم إذا ترشح في النهاية هذا الشخص يجب أن يفي بكل وعوده. وبالإضافة إلى الأعمال السياسية، هي أيضا يمكن أن تكون ساحة ثقافية، ويمكن أن تكون لها مهمة أيضا اقتصادية، وهي بمثابة سوق بالنسبة للمدينة. أيضا تتميز بالأعمدة، وما يميز الأعمدة الرومانية هي التاج. والتاج هنا في الأصناف الرومانية يعني تتكون من 3 أنواع من التيجان: التاج الدوري، التاج الأيوني، والتاج الكورانثي. وهنا لنا صنف من أصناف التاج الكورانثي الذي يتميز ب يعني أشكال هند زخرفية، يعني تشبه الأشكال الورقية، وهو ما يميز يعني العمارة الرومانية. يعني هذا يعني النوع من الأعمدة تقريبا موجودة في جل المباني الكبرى، مثل الحمامات، مثل ساحة الفوروم، وهي يعني ميزة للبناء الروماني والفن المعماري الروماني. We'll be right back.
الاقتراضية القصيرة وهذه الحوصلة الموجزة لأهم المعالم الأثرية التي زرناها بفرج مايوس، وهي تخص جزء ضيق من الأماكن الأثرية لمدينة في حالة موت.